إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس 13 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وقد انتهى بنا الحديث عند الأمور أو الإيمان بالأمور المغيبات، وعند قول المصنف رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة. ثم قال: مثل خروج الدجال. بدأ المصنف رحمه الله بذكر بعض علامات الساعة الكبرى التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. قال: مثل خروج المسيح الدجال. إن خروج المسيح الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى. والمسيح الدجال، الدجال أي الكذاب، سمي الدجال كذابا لأنه يغطي الحق بباطله، وقيل لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم. وسمي مسيحا قيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل لأنه أعور العين اليمنى، وهذا أصح، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ممسوح العين اليمنى. وهو من علامات الساعة الكبرى كما قلت، وهو رجل من بني آدم كذاب يخرج في آخر الزمان يدعي الإلهية، يرسله الله عز وجل ويخرجه فتنة وابتلاء للبشر. أما الدليل على أنه من علامات الساعة الكبرى، ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم، يعني الساعة، حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. وأجمع المسلمون على خروجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه في الصلاة كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. وقصته باختصار: هو رجل من بني آدم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. وقال: أراني الليلة في المنام عند الكعبة فرأيت رجلا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس ابن قطن، فقلت: من هذا؟ قال: المسيح الدجال. فهذا الحديث في قوله أشبه الناس بعبد العزة ابن قطن صريح في أن الدجال أكبر من البشر، له صفات البشر، لا سيما وقد شبه به عبد العزة ابن قطن. نعم. فهذا الحديث من الأدلة الكثيرة على بطلان تأويل بعضهم الدجال بأنه ليس بشخص، وإنما هو رمز للحضارة الأوروبية وزخارفها وفتنتها، فهذا غير صحيح، فالدجال من البشر وفتنته أكبر من ذلك. خلقه الله عز وجل ليكون محنة للناس في آخر الزمان، ولذلك معه من الفتن الكثير والكثير، فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإن أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وجاء في رواية: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وجاء في رواية: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار.
فقوله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. قال العلماء هذا من جملة فتنته، امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. وهو من أعظم الفتن التي حذرت منها الأنبياء، فإن الأنبياء حذرت من فتنة المسيح الدجال. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وجاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا حذر أمته الدجال، وإني أنذركموه إنه كائن فيكم. وجاء في رواية أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه. فهذه الأحاديث تدل على فتنة ظهور المسيح الدجال، وأنه أعظم أو من أعظم الفتن وأخطرها، لأن الدجال هو منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن، ومن أجل ذلك أنذرت به الأنبياء أقوامها وحذرت منه أممها. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته في كل صلاة، ويعلم أمته ذلك، وحذر منه ونعته لأمته نعوتا ظاهرة جلية لا تخفى على أحد. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم هي فتنة الدجال. ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنذر قومه به تنويها بشأنه وتعظيما له وتحذيرا منه. فهذا يدل على عظم فتنة المسيح الدجال، ولذلك حذرت منه الأنبياء. ومن صفاته أنه قصير أفحج أعور العين اليمنى، كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام في الرؤيا في المنام: ثم رأى الدجال فوصفه فقال: إذ أنا برجل أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا فقيل: هذا المسيح الدجال. وجاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وفي رواية: مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كافر يقرأها كل مسلم. وفي رواية: كاتب وغير كاتب. وفي رواية: إنه شاب عينه صافية كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. وجاء في رواية عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إني أحدثكم عن الدجال، إن المسيح الدجال قصير أفحج أعور مطموس العين. نعم. ومعنى كأنها عنبة طافية كما قال النووي: ذهب ضوءها. فهذه بعض صفات الدجال، وكما قلنا مكتوب بين عينيه كافر. يقول النووي رحمه الله: والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. وأكثر أتباعه من اليهود والنساء والأعراب، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. وجاء في الحديث أيضا: وإن من فتنته، أو جاء في الحديث: ينزل الدجال فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. فأكثر من يتبعه الأعراب والنساء واليهود. أما الأعراب
فلأن الجهل غالب عليهم. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. نعم. وفي هذا وجوب الاهتمام بدعوة النساء والتأكيد على تعليمهن العلم الشرعي. نعم. ويمكث في الأرض 40 يوما كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل ما لبثه في الأرض قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. نعم. هذا الحديث دليل على مكثه، وهو لا يدخل مكة ولا المدينة كما قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ويكون هلاكه على يد المسيح الهدى عيسى ابن مريم في بلاد الشام عند باب لد. نعم. فجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. وهذا فيه دليل على أن الذي يهلك مسيح الضلالة من هو، والذي يقتله هو مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والسؤال المهم أيها الإخوة، كيف النجاة من فتنة المسيح الدجال؟ أولا من أسباب النجاة حفظ أول سورة الكهف، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء في رواية فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ثانيا الابتعاد عنه والفرار منه، فقد جاء في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، معنى فلينأ يعني يبتعد، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهذا في دليل أيها الإخوة لقاعدة، وهي أن من أسباب النجاة من الفتن أن يبتعد الإنسان عن مواطنها وعن أماكنها. وقد جاء دليل آخر وهو رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فعندنا كم حديث، حديثين تدل هذه الأحاديث على أن من أسباب النجاة هو الابتعاد عن مواطن الفتن، فإن من ابتعد فإنه سينجو بإذن الله. وهذا الدليل دليل قاطع، من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبتعد عنه، ولا يتساهل الإنسان يذهب إلى أماكن الفتن ويحسن الظن بنفسه، هذا خطأ، بل دائما يخاف، ومن خاف يعني نجا. ثالثا التعوذ منه في الصلاة، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وقد جاء قال الإمام مسلم بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. هذا اجتهاد منه رحمه الله، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الدعاء الذي يقال قبل السلام هل هو واجب أو سنة، على قولين سأذكر الخلاف. القول الأول أن هذا الدعاء واجب، يجب أن يقوله المصلي قبل أن يسلم بعد التشهد الأخير، وهذا مذهب لبعض أهل الظاهر، واستدلوا بقوله فليتعوذ، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. القول الثاني أنه سنة وليس بواجب، وهذا مذهب جماهير العلماء، قالوا والصارف عن الوجوب، الصارف عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعربي حينما قال له ما تقول في صلاتك؟ قال أسأل الله الجنة وأتعوذ من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فهذا الحديث فيه أن هذا العربي لا يقول هذا الدعاء ولم يعلمه النبي، فدل على أن هذا الدعاء سنة وليس بواجب، وهذا القول هو الصحيح، لكن ينبغي على المسلم ألا يتركه، فإن النبي أمر به
فقال فليتعوذ بالله من أربع. ثم ذكر هذه الأربع الأمور الخطيرة العظيمة، فينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يطبقها وأن يعلمها لغيره من أولاد وغيرها. وأيضا من أسباب النجاة من الفتن، وهذا أمر عام، وهو الأعمال الصالحة، فإن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة. ففي قوله بادروا أي تعجلوا الأعمال الصالحة قبل حدوث الفتن، فهذا فيه دليل على أن العمل الصالح إذا وقعت الفتن سبب للنجاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استيقظ ليلة من الليالي ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلينا، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، فلذلك المسلم أن يحرص أن يكثر من الأعمال الصالحة، فإنها سبب للنجاة من الفتن، لأن من اتصل بالله عز وجل وفقه وثبته وسدده، لأن من اتصل بالله دائما وأبدا إذا جاءت الفتن جاء العمل الصالح وجاء صلته بالله تبارك وتعالى فينجيه، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن قضى حياته بالعمل الصالح، بالطاعة، بالذكر، بالعبادة، بقراءة القرآن، هذه مثبتات عند حدوث الفتن. وهنا سؤال أيها الإخوة يرد، وهو أن الدجال يدعي الألوهية وهو كاذب في ذلك، والذي يدل على كذبه أمور، ننظر ما هي هذه الأمور التي تدل على كذبه. أولا أنه أعور، وهذه صفة ماذا؟ نقص أو كمال؟ نقص، والله عز وجل له صفات الكمال والجلال والعظمة، ولو كان إلها حقا لأزال صفة النقص هذه. ثانيا مكتوب بين عينيه كافر، ولو كان صادقا لأزال هذه العلامة الفارقة التي تدل على دجله وكذبه. ثالثا يراه الناس، وكلنا نعلم كما درسنا في العقيدة أن الله لا يرى في الدنيا، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إلى غير ذلك. لكن هذه أشهر ثلاثة أمور تدل على كذب الدجال وأنه من الدجالين الكذابين. وقد استشكل العلماء رحمهم الله لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن. نعم، فأجاب العلماء بأجوبة. أولا قيل أنه أشير إلى ذكره في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها. ثانيا قيل أن عيسى بن مريم ينزل من السماء فيقتل الدجال، ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر. ثالثا أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارا له، وهذا ضعيف، فإن يأجوج مأجوج ذكروا بالقرآن وفتنتهم عظيمة، ولعل الأقرب الأقرب